اليوم يا شباب بدنا ناخذ عن درس اسمه الفاشيه. الفاشيه زي البلوزي، يعني هاي البلوزي اللي لابسينها سترة وغطا، فاشيه. نفس الشيء الفاشيه، يعني كيف الفاشيه؟ باندج، هي جاي من كلمه رابينج، باكينج، ايش بلفلفنا، هاي معنى فاشيه. كيف يعني شفتوا المومياء الفرعونيه، سد لنا هالباب، كيف بلفلفوها بالباندجز. في بجسمنا، مش الباندجز تبعات المومياء، في بجسمنا ايش بلفلفنا زي هيك، شو اسمه؟ فاشيا، يعني كانه رابينج اس، باكينج اس، ببكتنا. كيف الواحد بلفلف له شغله بده يبيعها. طبعا هاي الفاشيا مهمه، جاي الكلمه اصلا من الكلمه اللاتينيه زي ما انتم شايفين، a band or a bandages. a bandage يعني شو باند، اللي هي قطعة لفة أو شيء، bandage لفة. في عنا أنواع من الفاشيا، في عنا superficial فاشيا، في عنا deep فاشيا، وفي عنا visceral أو subserous فاشيا. شو هن؟ superficial فاشيا، deep فاشيا، visceral. superficial أخذناها بشابتر السكن، اللي هي subcutaneous، اللي هي اللي فيها الدهن، اللي تحت الجلد. مش المرة اللي فاتت أخذنا إبيديرمس، الطبقة الفوكة، ديرمس من أو تحت. كلمة ديرمس معناها جلد، إبيديرمس اللي فوق الجلد. أنو الإبيديرمس؟ البشرة. الديرمس مش إبي معناها بالإنجليزي شو؟ فوق. إبي دائما، إبي كلمة إبي وين ما تيجي معناها فوق. فالديرمس فوقي الإبيديرمس، تحتية السبكواتينيس اللي هي الدهن، طبقة الدهن هاي، كل واحد ودهناته طبعا. في ناس دهنهم الكد، في ناس الكد، في ناس الكد. شايف من ننصح من طبقة الهاي السبكوتينيس. هاي سميناها شو يا شباب؟ سوبرفيشال. يعني لو واحد اسلخ جلداته، اسلخ الديرمس والابيديرمس، راح الكفر كله دهن. تقريبا شو هي؟ هي طبقة الدهن، لون دهن اصفر على فكرة. ده زي الكاروتين، الكاروتين الجزر. الدهن بتخزن فيه فيتامين A، فيتامين شو؟ A، اللي هو الجزر، اللي بيجي من الجزر الكاروتين. فلذلك لون دهن البني آدم شو لونه؟ أصفر، مش حلو للأكل، مش زي دهن الخروف أبيض. ديري بالك الخروف لما يكبر برضه يصير دهنه أصفر شوي. الخروف بيموت صغير، 6 أشهر يعني، بنذبح 7 أشهر، كل ما كبر لسه بصير برضه جلده لونه إيش يا جماعة؟ أصفر. حتى مرات دجاجة تبقى كبيرة في العمر، تلكوا دهنها شو لونه؟ ليش نفوت هسا على الدجاج وعلى الطبيخ؟ خلينا في الكي اف سي، السوبر في سوري، بالسوبر فيشال فيشيا. إذا السوبر فيشال فيشيا يا جماعة اتفقنا، اللي هي أني أخذناها بالوحدة اللي فاتت، اللي هو الدهن سبكوتينيوس، أو بسموه الهايبوديرمس، أو سموه برضو اسم ثاني اللي هو السوبر فيشال فاشيا. في عنا الديب فاشيا، الديب فاشيا تحت السوبر فيشال فاشيا، في ديب فاشيا، ديب سوبرفيشال فوق صح، ديب تحت لجوا، سوبرفيشال الدهن، في تحت الدهن برضو فاشيا، شو سميناها؟ ديب فاشيا. في عنا فيزيرال فاشيا، طبعا شو معنى ديب فاشيا؟ هاي حوالين العضلات وبتلف حوالين الأوعية الدموية والنير، بس منشوفها منشوفها. لا يا زلمة ما فيش فيها دهن هاي غرم. الفيزيرال أو السبكوتينيوس أو السبسرس فاشيا، هاي موجودة يا جماعة في الأحشاء الداخلية زي ما قلت، وفي تجاويف الجسم، السبسرس، السبسرس أو الفيزيرال فاشيا. طبعا الديب فاشيا طلعوا لما أنا أجي أكل، هاي طبعا هاي المشكلة، الواحد بيجي بيعمل معروف مع ثاني ولا بتطلع على راسه. هاي أنا صورة مش من يعني الشعب الثاني ما شافتهاش، هاي بس إلكم خاصة. هسا الشعب الثاني بصير يقولوا هاي مطلوبة ولا مش مطلوبة، الزهرة هاي. طلعوا شباب، هاي كلعنا جلد واحد، طلعوا كمنا، بس مشان اوضح لكم شو معنى فاشيا. شايفين هاي الطبقة الصفراء؟ هاي طبقة الدهن. احنا كلعنا هون، كلعنا الدهن وكلعنا يعني هون كبعنا الدهن، الجلد والدهن اللي تحتيه. شايفين شو مبين شباب؟ شايفين هاي؟ هاي هي الفاشيا، شفتوا هاي الفاشيا؟ هاي الديب فاشيا. شو هي؟ هاي ليش سموها ديب؟ لانها تحت السوبر فيشر. لما نيجي نعمل هيك من الكام؟ نلكي هاي الديب فاشيا، الديب فاشيا، فهمنا شو هي الديب فاشيا؟ إذا الديب فاشيا هي طلعوا
مشان نتخيلها، هاي العضلات، هاي العضلات هاي الديب فاشيا، هاي يا جماعة الصفرة، هاي شو كاتبين عليها الصفرة؟ ويني ويني سبك وتين يستشو أو سوبر فيشال فاشيا، هاي الفاشيا البرانية، هاي اللي منها وتحتها شايفينها، هاي اسمها الديب فاشيا كونكتيف تيشو، فيها فايبرز خيوط بس فيش فيها فات، فيش فيها devoid of fat، ما فيش فيها فات. anyway تخيلتوا شو معنى السوبر؟ طلعوا السوبر فيشا الفاشة الصفراء لفتنا زي الباندد، زي اللفاتة، زي كأنه ملفوف علينا إشي، صح؟ برضو الديب فاشيا، هي شايفين الديب فاشيا طبقة لفتنا مرة ثانية، نتلفلف احنا لف فوق لف فوق لف. بتلاحظوا الديب فاشيا، الديب فاشيا كنا كسمناها سوبر فيشا الفاشة، ديب فاشيا وشو أخرى؟ سب سرس فاشيا. بعدنا مش جايين، احنا هسه بنحكي عن الديب فاشيا. فهمتوا شو معنى الديب فاشيا؟ ليش سميناها ديب فاشيا يا شباب؟ لأن تحت السوبر فيشا. هسه في طلاب يا الله شو بجننوني، يعني يا جماعه مش معنى ديب معناها عند عظماتي، يعني مش معنى ديب لازم تبكى هون. ديب يعني مقارنه بالسوبر فيشا اللي منها فوق، بس هي تحت منها ومباشره، فبتروحش بعيد، يعني هي اللي منها وتحت. يعني انت جيبي شريطه اللي فيها او شاشه اللي فيها ايدك، لف خرفوكا واحده اللي منها وتحت ديب، واللي منها فوق سوبر فيشا. هاي ذاني وهاي ذاني، تعرفوا المثل هذا؟ وين ذانك هي؟ طب ليش هي اسهل، جيبوا الشغله بالسهوله. اذا يا جماعه الفاشيا، في عندنا الفاشيا تايبس اوف فاشيا. شو التايبس اوف فاشيا؟ سوبر فيشال فاشيا، ديب فاشيا، سب سيرس فاشيا. اسامي ناس كانكم اول ما تتعرفوا عليهم، عاد لو تروح الصين تسمع اسماء اكشل منها، يانغ يو دونغا واشاندرش، احمدوا ربكم. ديب فاشيا شو هي؟ ديب فاشيا، ديب فاشيا هي طلع دنس، دنس شو معناها؟ كثيفه، اورجانيز كونكتيف تيشو، هي نسيج ضام كثيف لا يوجد فيه دهن، تغطي معظم جسمنا، وتكون تحت السوبر فيشا الفاشيا. كويس، هاي هاي معنى الديب فاشيا. طب الديب فاشيا إلها امتدادات، اكستنشنز، شو إلها؟ امتدادات. الديب فاشيا الديب فاشيا إلها امتدادات، في إلها امتدادات تعمل انفستينج فاشيا. شو يعني انفستينج؟ invest شو معنى invest؟ مش استثمر، لا مش استثمر، invest من invest لا يعني يدخل فيه او يتغلغل فيه، جاي من كلمة مش من investment، من investation، investation invest investigation تحقيق، او يعني يتخلخل، يعني بفوت 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 بتفاصيل. معنى investing fashion، investing fascia. شو الinvesting fascia؟ طلعوا الديب fascia في لها extension تعمل investing fascia. شو الinvesting fascia؟ شوفوا شباب، شوفوا شباب، هاي الديب fascia شايفينها؟ بيطلع منها شغلات بتلفلف مثلا على blood vessel واعصاب، هاي investing fascia. هيا طلعوا، هاي investing fascia بتلف على عظم، هاي investing fascia. كويس، هاي investing fascia. اذا الانفستينج fascia يا شباب extension، طلعوا extension هي تطويلات او توصيلات من الانترنال سيرفيس اوف ديب fascia. مش الديب fascia شباب، هو متخيل الديب fascia ك دائره خميله من جوا طالع منها شغلات، فاهمين؟ invest deeper structure. شو يعني invest؟ تحضن معناها، او تلفلف على deep structure. مثل مين؟ مثل عضلي، يعني العضلة، العضلة بيجي عليها مرات investing fascia، عضلة عضلة بلفها ايش؟ investing fascia. او neurovascular bundle. شو يعني neurovascular bundle؟ نيورو عصب، vascular blood vessel، نيورو فاسكولار باندل. هاي معنى investing fascia. يعني شباب، هاي اللي حوالين
هذا أظن شرايين وأوردة وعصب، الأصفر عصب دائما، الأصفر بمثلوه بالأناتومي دائما لونه أصفر، الأصفر طالما العصب دائما بمثلوه بالأناتومي الأصفر، الوريد أزرق، الأرتري أحمر. طلع شو هون طلع هاي في إنفستينج فاشل، هاي فاشية حواليها، من وين جاي هاي الفاشية شباب؟ لو تيجي تتبع هاي الفاشية ضيمة، هاي بتلف فيها، من وين جاي أصلا؟ ها؟ من الديب فاشية، من الوجه الكد، من الوجه الجواني لإلها، ها؟ من الوجه يعني يقول لك كأنه بيطلع من الوجه الكد الجواني للديب فاشية إكستينشن. إكستينشن شو معناها؟ امتدادات، ها؟ امتدادات، اتفقنا؟ فخلينا إذن investing fascia. شو معنى investing fascia؟ هي extension from the internal surface of deep fascia that invest deep structure. هسا invest هون كنا مش معناها، مش معنى invest يعني تتداخل فيه أو بتلف أو بتضم، such as individual muscle and neuromuscular bundle. Neurovascular bundle sorry. طبعا هاي بتفرق تكنس تبعها، يعني خمول هاي الديب فاشية أو الانفستينج فاشية من محل لمحل. ها مثلا هاي في الفيس مش موجودة، الفيس كثير ناعم مش هالكد فيه فاشية مبينة، بس بالإيدين وبالإجرين كثير الانفستينج فاشية مبينة، فهمنا؟ يعني وجهنا عضلاته رقيقة وناعمة، مش زي عضلات إجرين وإيدين عليهم فاشية خميلة، واضح؟ في عندي نوع من أنواع الديب فاشية برضو، مش كنا انفستينج فاشية؟ في intermuscular septum. intermuscular septum شباب بين العضلة والعضلة، العضلة والعضلة، تعالوا ارجعوا هون على الصورة هاي، العضلة والعضلة في بين الفراغات هون مش مبينين، هاي هاي العضلة وهاي العضلة يبكى بينهن فواصل، طلعوا كيف هاي شايفين هذا الفاصل، طلعوا كيف الفاصل، هذا الفاصل مثلا فاصل هذول العضلتين عن هذول، هذا الفاصل فاصل هذول الثلاث عضلات عن هذول، صح؟ هذا الفاصل فاصل هاي العضلة. بالعادي الفاشية بتلف أكثر من مصل، هاي بسموها الانتر ماسكولر. شو معنى انتر؟ ما بين المصل، سبتة فاصل، الفاصل ما بين العضلات، بتفصل ما بين العضلات. بالعادي مش بالعادي، دائما الفاشية بتروح بتلف العضلات اللي بيعملن نفس الوظيفة، يعني هذول العضلات الثلاثة ان الكاهن بيعملن نفس الوظيفة، هذول العضلتين نفس، فلذلك يتجمعن مع بعض، وبالعادة بغذيهن عصب واحد لأن بيعملن نفس الحركة. ها فلذلك يا جماعة الفاشية، اذا الفاشية ها خلينا نرجع للحكي، انتر ماسكولر، كلمة انتر ما بين العضلات، هي thick sheets of deep fascia، هي شيت، شو شيت يعني ورقة أو صفيحة من الفاشية تكون يا جماعة ملزكة من برا من الديب فاشية للبون. ها وين موجودة هاي؟ في الأطراف، وطبعا هاي بتعمل سبتم. شو سبتم معناها؟ فاصل ما بين مجموعات من العضلات التي تعمل نفس الحركة أو نفس الفانكشن. هسا لما تيجي تخنق هذول العضلات اللي موجودة في هاي بهاي الكومبارتمنت، هذول بسموهن فيشل كومبارتمنت، هذول بسموهن فيشل كومبارتمنت، هاي بنسميها فيشل كومبارتمنت لأن بنفس الفاشية، فهمنا؟ إذن الفيشل كومبارتمنت هي عبارة عن مجموعة من العضلات بتكون بتحيطها اللي هو الانتر إيش يا جماعة؟ ماسكولار سيبتم. هو نوع طبعا من الديب فاشيا الانتر ماسكولار سيبتم، بتلفها وبيكون بالعادة إلها نفس الفانكشن وبغذيها نفس العصب النيرف، كويس؟ إذن شو هي الانتر ماسكولار سيبتم؟ هي thick sheet of deep fascia. thick sheet of deep fascia in circle. طبعا تطلع من وين يا جماعة؟ من اللي هو الاوتر سيركونفيرشنال لاير، الاوتر سيركونفيرشنال اللي هي الدوارة، اللي هو الفاشية اللي بتلف من برا، اللي هي الديب فاشية، تطلع منها to attach to bones. هسا لما تروح تمسك مع العظم خلال المشوار تبعها راح تقسم العضلات
لا كومبارتمنت بسموها فيشل كومبارتمنت. تعال نشوف هاي اجت من هون تكسر على العظم، هاي اجت من هون على العظم، هاي اجت من هون على العظم، هاي اجت من هون على العظم، شو عملت؟ فصلتهن لكومبارتمنت. هاي سميناها فيشل كومبارتمنت، هاي فيشل كومبارتمنت، هاي فيشل كومبارتمنت. بالعاده كل مجموعه من العضلات اللي نفس الفانكشن بروح نفس الفيشل كومبارتمنت. طبعا مهم يعني، يعني طب واحد بيقول طب ليش الفيشل كومبارتمنت؟ ما هو يا جماعه الفيشيا هاي كونكتيف تيشو بيمشي فيها البندل تبعات الاعصاب، بيمشي فيها النير، بيمشي فيها البلاد فيزل. ها يعني شو وظيفه الفيشيا؟ اول شيء تقسم العضلات، تحط كل جروب من العضلات لحال، فاهمين؟ وبرضه بيمشي فيها الشرايين والاورده. ها الفيشل كومبارتمنت. شغله اخرى كاتبينها هون شو وظيفتها؟ قال بتمنع انتقال الالتهاب او التيومر. شباب هاي الحلو فيها، اذا الواحد مثلا صار عنده سرطان في هاي المنطقه، صعب السرطان ينتقل على كومبارتمنت ثانيه لانه في زي حاجز من الفيشيا. برضو صار التهاب عندك هون، صعب الالتهاب يجي على محلات ثانيه بسبب الفيشل كومبارتمنت. بس هو حقيقه يعني شو كاتبه هنا؟ This compartment may contain direct contain or direct the spread of an infection or tumor. شو يعني هون contain؟ may contain، contain تحتوي، مش معناها contain يعني تحتوي، هنا يعني تحتويها، تقدر عليها، تسيطر عليها، تحوط عليها. فهون معناها يا جماعة compartments may contain إنها تحوط على سرطانات أو التهابات، ما تخليهاش تروح spread. شو يعني spread؟ تنتشر إلى أماكن أخرى. فهمنا؟ يا زلمة له علاقة، مش عارف ليش حطينا في الكتاب صراحة، صراحة يعني العضلات صعب يصير فيها أصلا سرطانات، يعني العضلات انبسط يعني نادر يصير فيها. يعني صراحة صراحة الفيشل كومبارتمنت أفضل شغلة يوصف يعني كوظيفي. هو شو قصده يحط لنا هون؟ يحط لنا وظيفتين. أهم وظيفة اللي هنا بتعمل كل جروب من وصل لحال، هذولا كونكتيف تيشو بيمرك فيهن فينز، بيمرك فيهن آرتريز، فاهمين؟ شغلة ثانية ببعد العضلات عن بعض. الجراحين لما بدهم يفوتوا يعملوا عملية بيروحوش، بدهم يفوتوا عملية يعملوها مثلا في عظمة إجرك، بيجوش بيروحوا بيقطعوا، مش هيك بيعملوا الجراحين؟ مش بيجي الجراح بيمسك موس وبقطع العضلات وبيفوت على العظمة، شو بيفوت؟ بيدس حاله من هون من الفاشية. يعني هاي كثير مهمة في الجراحة الفاشية. أنا مثلا بدي أعمل عملية في هذا الشريان مثلا، مثلا كمثال، ما بيروح الجراح يا شباب بيقطع هاي العضلة، الجراح بالكفاشية بيدس، هذول صعب سهل إنك تفصلهم عن بعض، بيروح ببعد العضلات عن بعض، بيضلوا فايت للشريان، فهمت؟ بدل ما يروح يقطع إيش العضلات. فمرات الفيشيا مفيدة بالدخول في العمليات الجراحية، فهمنا؟ بدل ما إنه إحنا شو نعمل شباب؟ يعني أنا مثلا 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 كمثال هذا الشريان نعمل فيه عملية مثلا، أو هذا هذا مثلا الشريان مثلا، أنا باجي تجرح وجروح من هون بزك العضلة هاي عن هاي العضلة بريتراكتر. هسا يعني هذول العضلات مش يعني انتوا لو تجيبوا، لو تروحوا تجيبوا خروف اجر خروف ولا شيء، بتلاحظ انه العضلات تبعاته ممكن تبعدن عن بعض، صح؟ بيدك بيدك تبعدن عن بعض، بس نفس العضله صعب تفكها، بدك تفك العضله عم بدك تجرحها. طبعا انا لما بدك تجرح هون جرح، تخيل واحد مثلا يجيب سكينه ويجرح من هون طلع من هون لهون يفوت، شو صار بالعضلات هذول؟ دمرناهن، مزعناهن، لحم مش سهل العضلات، العضلات قليل اصلا انقسامهم صعب، يعني الخلايا تبعتي ما بتنقسم، الريجنريشن فيهن واطي بغلبن. فلذلك الفيشل كومبارتمنت مرات بيفوتوا منها الجراحين مشان يعملوا عمليات جراحيه. يعني لها فايده كثير، تعمل جروب للمصل، العمليات تعمل كونتين سبريد اوف انفكشن او المشاكل هاي. لها يعني وظيفتها الاساسيه انها تعمل جروب للمصل، لانه لكل جروب للمصل في له فاشيه بتغطيه مشان تمرك الشرايين والأوردة والعصاب في هالفيشيا، اتفقنا؟ هون الطلاب عادي بغلبوني دايما. شباب في إشي اسمه ماسكيلو فينوس بامب، مشان يفهمنا برضو شو دور الفاشيا أو شو وظائف الفاشيا. شو وظائف الفاشيا
شباب عضلات إجريك، خلينا نيجي على عضلات الإجر، عضلات الإجر، بطة الإجر هاي، هاي ملفوفة بفاشية، ملفوفة بفاشية، مش مبين صورة الفاشية هون، العضلات ملفوفة كلها، يعني عليها العضلات عليها زي هاي، شايفين شباب؟ هيك فاشية، هاي الفاشية قوية، هاي الفاشية ما فيش فيها خاصية التمدد، إشي كاسي، فاهمين؟ يعني بدي كلكم أشرح لكم، كلكم روحوا على الدار، مثلا جيب على إجرك لف شاشون بس شده، وإجرك مرخية، تلاحظ لما تنفخ إجرك تلقى مقاومة، أو أكلكم جيب هون هسه هون على العضلة، يعني ما عنديش عضلة أنا هالكدة، جيب هيك وهي مرخية العضلة، جيب لف عليها باندج يعني شاشة، لف بس شدها شوي، لما تعمل في العضلة هيك بتحس إنك شو بدك تفكع العضلة، لأن العضلة شدت على آخر، صح؟ الفاشة نفس الشيء بتعمل، الفاشة يا شباب جوات العضلات، العضلات هذول بنفخن صح؟ وبرجعن، بنفخن وبرجعن، العضلة لما تبقى طويلة، لما تبقى العضلة طويلة تبقى مش ناصحة، لما العضلة ترتخي شو بتصير؟ تنصح، لما العضلة تنصح فيش مجال معها تتمدد بالذيال، ليش؟ أنه في حواليها فاشية، فهمنا الفكرة؟ الفاشية هاي، الفاشية هاي العضلة، هاي العضلة شايفينها؟ إذا نفخت، إذا كل العضلات هذول نفخين، شو يعني نفخين؟ كسرن، إذا هذول العضلات كلهن نفخين، في مجال يا شباب يتمددن لبرا؟ لا، ليش؟ أنه في فاشية شو مالها؟ حاضنتهن. طيب شو اللي بصير؟ لما كل هاي الفاشية تنفخ، لما كل العضلات تنفخ، بصير ضغط جوا العضلات عالي، فهمنا؟ واضح الفكرة؟ ليه زلمة هون رحت انت؟ انا بس بمثل لك الموضوع، انت هسه لما تحط هون شاش على ايدك تضغط، مش هاي بتكبر؟ شو بتلاحظ؟ انك شديت على الشاش، يعني شو معناها؟ جوا عضلتك صار ضغط عالي، هسه وانت تمشي عادي، وانت تمشي هذول العضلات بنفخن وبرجعن، بنفخن وبرجعن، بكسرن، ينبساط ينقباض، ينبساط ينقباض، صح؟ هسا لما ينبسطن، لما يتوسعن فيش مجال معهن يطلعن من جريك، ليش؟ لانه ملفوف عليهن شو؟ فاشية، يعني بصيرش واحد يتنط من هون واحد يتنزط من هون، نفس في عليهن فاشية، هاي الفاشية مهمة شباب، جوا هذول العضلات في أوردة، هيو زي هذا الوريد، شايفين الأوردة؟ ظن الأوردة ملان أوردة. طب شو بدك تقولنا؟ أنا ونمشي، طلعوا ونمشي، بضغط على الأوردة، ليش بضغط على الأوردة؟ لأنها العضلات نفخت وفي فاشية، لو فيش فاشية بضغطش على الأوردة، صح؟ لأنه افرضوا هاي الفاشية ممزوعة فيش ماشية، هاي نفخت، في مجال ما حد يتوسع لبر، بما إنه في شو بحيطة وين مجال تتوسع؟ بس لجوا، شو بصير بالأوردة هذولا؟ بنعصرن، الأوردة ركيكة، الأوردة زي بربيش ناعم، أي إشي بتضغط عليه بتسكر، هسا الأوردة ملان جواتها دم، وانت تمشي شو بصير في الأوردة يا شباب؟ ترتعص هيك، بنضغط عليها، هسا فيها دم، الدم بيمشي باتجاه واحد لجهة الكلب من تحت لفوق، ليش؟ لأنه فيها صمامات، طلعوا في عندي أنا ونمشي هاي العضلات تضغط على الوريد، سامعين؟ الوريد فيه صمامات فالف، هسا لما اضغط انا على هاي، اضغط على هذا الوريد، الدم ما بينزل لتحت، لما اعصر الدم اللي جواته وين اتجاه الدم فقط بيمشي؟ لفوق، فلذلك احنا واحنا نمشي مليح نرجع الدم اللي بجرينا وين؟ على كلبنا، على الكلب تبعنا. على فكره صباح بيسال سؤال، كيف الدم اللي في جريك بيرجع على كلبك؟ على فكره ضغط في الأوردة في جريك صفر، كيف طب بيرجع وانت تمشي؟ فلذلك الواحد لما يطلع بطيارة بنصحه الواحد ما يضلوش قاعد فترة طويلة ومدلج جريه،
لازم يضل يتحرك مشان يضل يرجع شو الدم، لانه اذا الدم اتراكم في الاجرين اول شيء بصير جلطات، شغله ثانيه بصير فاريكوز اللي هن الدوالي، بصير الفينز تتوسع. فلذلك يا شباب فهمتوا شو معنى ماسكيلو فينوس بالب؟ هي عباره عن مضخه بتعصر، يعني بالعربي بتعصر الفين. هسا لما تعصر فين جيبي بربيش، جيبي بربيش ملي مي، البربيش ناعم بس طري، لما تيجي البربيش تحط ايديك عليه المي بتطلع من الجهتين منه صح، بس هنا ما بتطلع من الجهتين، بتطلع من جهه واحده. ليش؟ لانه في جهه في صمام بتمنع الرجوع لتحت، الطريق لوين معها بس مجال. فلذلك وانت تمشي الدم بيطلع لفوق، فسموها ماسكيلو فينوس بامب. ليش سموها ماسكيلو فينوس بامب؟ لانها مصل وفين. شو بتتكون، شو شروطها مشان تصير هاي المسكيل؟ اول شيء لازم يكون عندي ديب فاشيا، بدون ديب فاشيا ما بتزبط. تخيل اجريك واحد مزع لك اياه مشرط كام، كل الفاشيا فيش فاشيا هيك، وانت ماشي العضلات من فخن لبرا فخن لبرا كويس. اذا شو مكونات المسكيلو فينوس بامب؟ اول شيء يا جماعه ديب فاشيا عضلات، بدون عضلات برضه بتزبطش. اذا انا عندي ديب فاشيا وفيش عضلات تنفخ contracting muscle، لازم العضلات يعني تنكبد وترتخي، تنكبد وترتخي. أقولكم ليش؟ بقول لك لازم المشلول اللي إجره مشلولي اللي بتحركوش بتشوفه، في ناس هذا ما بيقدرش يعمل muscle venous pump لأنه العضلات في جري ما بتنكمش. فليش كتب contracting muscle؟ مش أي muscle. هسا وأنت قاعد بتحركوش بجريكم، أنت المصل اللي في جريكم هسا مش contracting muscle واقفة، فبفيدناش. الشغلة الثانية بدنا فالف، إذا فيش فالف تنزل الدم لتحت، يعني بينزل لفوق ولتحت ما بستفدناش. فمشان أعمل أنا ماسكيلو فينوس بامب بدي ثلاث مكونات أساسية، ألا وهي ديب فاشيا، الكونتراكتنج مصل، والفينوس فالف. توجذر they work together to return blood to the heart especially from the lower limb. من وين وين اكثر شيء؟ باللور لمب، لانها اللور لمب غير انه فيش اصلا ضغط، انت ضد الجرافيتي، انه في جذب فانت واقف صعب، شو بده يرجع الدم؟ عن جد سؤال. الفين يا جماعه، الفين هنا ما فيش فيها ضغط دم، شو برجع الدم من جريكم لكلبكم؟ هاي الحركه انك تمشي والتنفس، بعدين تاخذها كيف التنفس برجع الدم. يعني دمنا كيف بيرجع من جرينا لقلبنا؟ عن طريق هاي المسكيلو فينوس بامب. وايش يا جماعه؟ فلذلك مكونات المسكيلو فينوس بامب يا جماعه ديب فاشيا، كونتراكتنج مسل، وايش الفينوس بالب. اي واحد منهم تفقديها تزبطش معك صح. ديب فاشيا انا مع محرمه، اللي مع محرمه له علامه. خلاص انا ناوي اعطي ساره، خلاص خلي ساره خليها تسلم لي. ولا فيش طصاص اخرى هذا معي جودنا. ولا كيف بتبيعوا ضميركم مشان شغلة علام؟ يلا لا يثيركم. غير نشوف وجوهكم، بس بدي نظارات انا على فكرة. طب شباب هسا يا شباب في عندي موديفيكيشن للديب فاشيا، في عندي موديفيكيشن للديب فاشيا. صعبات عليكم مرات المفاهيم. شايفين هاي الفاشية؟ هاي فاشية. هاي شو بيقولها يعني ديب فاشية. في other function وفي modifications. يعني هسا الفاشية شو احنا فهمنا؟ انها بتلفنا صح؟ بتلف عضلاتنا، بتلف كل اجرنا، كل ايدنا، بتلف عضلي لحالها، بتلف شرايينه أوردي. بس في مرات في تعديلات على الفاشية، يعني بنشوف الفاشيا بطريقه ثانيه. مثل
مرات الفاشيا بتكون اتاتشمنت لبعض العضلات. في عندنا هون يا جماعة بطننا من تحت عضلات، فيش عضلات هون تحت في فاشيا بتلقط الحوض مع عضلات البطن، بعدين العضلات بتبلش من فوق. ها أورجيكم إياها. لا مش هيك طول بالك شباب. شوف إذا في صورة حلوة شباب. أنا هنا 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 شباب طلعوا، هاي تعديل للفاشية، هاي اللي هون شايفينه فيش عضلات ولا شيء. ها هاي سموها هون أبنيورسيس، هاي فاشية، شايفين هاي فاشية، هاي فاشية أصلا بس سموها اسم تاني لأنها موديفيكيشن. ها موديفيكيشن، تعديلات للفاشية. هذول شايفينين، هذول على فكرة فيش هنا فيش عضلات، هي فاشية ملزقة في العضل، ملزقة في العظم، وبعدين العضلات مبلشة من فوق. ملاحظين؟ أورجيكم إياها هون، نشوف بلكي في صورة حلوة. هنا الصورة لا شايفين هذول، هذول فاشية فيش عضلات. هذول هون فيش عضلات، أظن العضلات بلشن وين؟ طلعوا كيف هاي العضلة ضلقتها مع الجهة الثانية عن طريق فاشية. فلذلك الفاشية يا شباب، الفاشية هاي أورجيكم إياها مرات بكالها موديفيكيشن. طبعا هاي الديب فاشية، سوري السوبر فيشة للصفرة هايها. هاي في عنا هون شباب العضلات، طلعوا العضلات، العضلات بالقطن مع الحوض عن طريق فاشية، هذول البيض. فمرات الفاشية إلها تعديلات، مرات بتكون attachment. يعني شو attachment؟ بتكون بتلزق العضلات كويس في بعض البلايسز. واضح؟ الديب فاشية مرات الديب فاشية مرات تعمل إيش اسمه ريتناكولا. هسا نجيها في بس جملة هون كاتبينها، الفاشية الديب فاشية لما تيجي على العظم ما بتكون فري. يعني الديب فاشية هسا شفنا صورة قبل شوي كيف الديب فاشية أجت على العظم، هيا شايفينها، هاي الديب فاشية ظهي أجت على العظم، شايفينها بتلف العظم. هيا الديب فاشية لما تيجي على العظم بتلزق فيه فيرملي. شو يعني فيرملي؟ بقوة. مش سهل انك تبعد الديب فاشيا عن البون. البون العظم بحيطه من برا غلاف اسمه بيريوستيوم. شو اسمه؟ بتكون الديب فاشيا ملزقه فيه بقوه، فمش سهل تخلعها عنها. بس هاي المعلومه ما بعرفش ايش حاططها هون، انه كعب بكلونا إذن الديب فاشيا يقول لك نيفر باسز فريلي اوفر بون. الديب فاشيا مستحيل تمشي فوق العظم ايش فريلي، بتكون ات بلينس فيرملي، يعني بتكون ماسكه فيه بقوه. إذن يا جماعه في مرات في عندي شويه تعديلات على الديب فاشيا. في مرات بتكون اتاتشمنت، يعني محل ما العضلات يا شباب، يعني مثلا عضلات هاي الجهه من بطني وعضلات هاي الجهه من بطني، ما عنديش عضلات انا بس هاي وهاي العضلات بلزقنش بالنص عضلة لعضلة، هاي بتعطي فاشية وهاي بتعطي فاشية فبلزقن مع بعض. فهمنا؟ يعني هون بالنص بالضبط فيش عضلات، فيش عضلات. برضو يا جماعة مرات الفاشية بتكون على شكل ريتناكولا، مش الريتناكولا كوتس اللي خدناها اللي هي تسبنسور ليجامين. مرات بتكون تقريبا على شكل أوتار. طلعوا شباب شايفين هاي، هاي ريتناكولا، هاي الباند ريتناكولا، هاي الباند ريتناكولا. هاي الريتناكولا من وين جاي يا شباب؟ من الديب فاشيا. هاي شباب ديب فاشيا، ديب فاشيا بس بتلف شو؟ بتلف مرابط. طلع بتلف على ايش؟ على مرابط. فلذلك يا جماعة الريتناكولا near certain joint، وين موجودات؟ في بعض المرابط، وخصوصا الريست اللي هو الايد والكاحل. الفاشيا بتكون ثيكند. شو ثيكند؟ يعني هون خميله،
وبتكون عاملة ريتيناكولا. ريتيناكولا يعني معنى ريتيناكولا مصيدة دي، زي مصيدة دي أو ملف أو شبكة أو لافة على إشي. طبعا شو وظيفتها الريتيناكولا يعني بالعربي؟ بالعربي الريتيناكولا لما الواحد يحط جدول، ومش الواحد قصدي، يحطها بمطيطة، ها لميتها ريتيناكولا ثبتهم. فالريتيناكولا يا جماعة، فالريتيناكولا شو بتعمل؟ بتخلي التندونز محلها، hold tendons in place، hold tendon in place، مشان ما يصير الشورت كات or stringing. أو شو stringing يعني؟ تمزق. ولا صعب عليكم شباب، ها امسكي امسكي، ها بورجيكم، ها بفهمكم شو هي، مش خربي لي اياه. امسكي تعالي، امسكي امسكي بايدك، طلعوا امسكي بايدك وروحي غاد شوي، استني شوي شباب، بس ورجي خليهم يشوفوا. طلعوا البنت ماسكه هذا المربط، طلعوا شباب البنت، امسكي هيك هيك امسكي زي. ايوه ايوه هيك. البنت ماسكه المربط هذا، ايدها ريتيناكولا، ملاحظين؟ هسه لو اشد انا اشد، انو البنت كده تمشي، هذه تمشي بهذا الاتجاه صح؟ قومي امشي، ده شد ارخي انت الثاني، انا بشد انا بشد، هذا مربط شديته، هذا مربط شديته، شفتوا كيف تحركت البنت؟ بسبب وجود ريتيناكولا. لو هاي الريتيناكولا المزعت كيمي، طلع كيف تحركت البنت؟ عملت شورت كات. شو شورت كات يعني؟ اختصار. وهذا غلط. انا شباب هنا هذا هتيها، ها شباب اسكت يا زلمه، شباب طلعوا بدي افهمكم هذا المربط، بس خليك معي حبيبي. شايف هنا في عندي ريتيناكولا، كيف ايد البنت في ريتيناكولا، هاي الريتيناكولا تخيلوا هذا الخيط شديته، اذا شديته بوجود هاي شو اللي بصير؟ الاصبع بيعمل هيك صح؟ تخيلوا هاي مش موجوده، لما هاي تشد كيف بصير شكله هيك؟ اصلا بفلت، بيطلع من محله، فلما شد هذا الاصبع بينزل. فتطلعوا وجود الريتيناكولا بتخلي المربط المفاصل يمشين بطريقه معينه. شوفوا هون شباب انتبهوا، بس بالله عليكم شايفين هاي المربط، هذه الريتيناكولا في هي هون وتر، تخيلوا هذا الوتر لما شده، هذا الوتر لما شده بخلي الاجر تنزل لتحت بوجود هاي، تخيلوا كيف بخلي الاجر شو تطلع لفوق، حتى بغير الاتجاه بيعمل مشكله. فهمنا؟ فالريتيناكولا، الريتيناكولا او بسموهن ريتينشن باند، ريتينشن باند بتجمعن المرابط بمحل، بنحشرن زي ما عملت البنت، مشان نعمل يا جماعه هول تندون ان بليس، التندون لازم كان بطريقه معينه يتحركن. هذا إشي بشد، هسه انا في بيني وبينك حبل بشدك مباشره، بيني وبينك بشدك، لما شدك تيجي عندي، لما بنت عاملته ريتيناكولا هناك وين بتروحي؟ هناك هناك هناك. فهمنا؟ فعدم وجود هذول الريتيناك تعمل شورت كات، او شو كنا سترينجينج معناها؟ تمزق. ها وبصيرش عندنا الانجل اللي بدي اياه، يعني بصيرش انا الشد بدي اياه بالطريقه اللي بدي. فهمتوها؟ تندون وتر كويس، هذول اسمين تندون، ها هذول اسمين تندون، تندون مرابط. ها اتفقنا؟ فهمتوا شو معناها؟ هاي اسمها ريتيناكولا، هاي اسمها ريتيناكولا، هاي اسمها ريتيناكولا، ها هاي اسمها ريتيناكولا. هاي الباند لو نيجي نجرحها، لو نيجي نكيم هاي الباند، بتصير فوضى بحركة المفاصل. تخيلوا المفصل هذا، هاي ايدي من قدام، هاي صورة ايدي من قدام هيك، ها هيك. تخيلوا هذا المربط اللي رابط الاصبع هذا، هيك رابط الاصبع هذا، لما يشد اصبع بيعمل هيك. ها طب تخيلوا انه فيش هاي الريتيناكولا، ها شو بدي اعمل؟ بدي يطلع هيك، ها بدي يمسكه هيك، بيعملوا بهاي الطريقة، فبصير غلط في الحركة كلياتها. واضح؟ أبي البيرسا، هاي البيرسا تفتكر المحاضرة هاي انت، ها؟ هاي المحاضرة كلها تشرحها. لا حلوة، ليش مالها المحاضرة حلوة؟ شباب شو معنى بيرسا؟ أنو معه ظرف ساندويش؟ ظرف ساندويش؟ اللي معه ظرف ساندويش له علامتين معك؟ لا فاضي، يا ظرف ساندويش فاضي. صار يبين، صار يبين الأكل، صار يبين. هتيه هتيه. لا 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 لا.
ايوه اعطيني هذا ممتاز ممتاز ممتاز. شباب 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 هذا ظرف ظرف اسمعوني ظرف. طلع كيف منعم حركته على بعضه. هذا اسمه بيرسا. شو بيرسا؟ ممبرينين بينهم بوتنشال سبيس. في فرق بين سبيس وبوتنشال سبيس. هذا الظرف يا شباب هذا الظرف في جواته سبيس؟ لا، شوية سبيس بسمح له في مرونة حركة بسيطة، بس إذا مليته ما يصير سبيس. يعني شو معنى بوتنشال سبيس؟ يعني قادر إنه يصير عن جد سبيس، بس هو حقيقة شو؟ بوتنشال سبيس. شو البيرسا؟ الظرف بيرسا، معنى ظرف، معنى بيرسا ظرف، ظرف. في بجسمنا يا جماعة ظروف زي هيك بتخلي جسمنا يسحل شغلة عن شغلة، لأنه البيرسا بتخلي، طلعوا هذا، تخيلوا الظرف هذا، طلعوا الظرف. شو بتاكلي؟ ولا شيء، مش عارف، مش محطوط فيه شيء. ما بكونش ولا شيء، ما بكونش، ما بحلف يمين ما زيد. ولو في مثلا زعتر ولا في مرتديلا. شباب الظرف هذا في عنا في جسمنا ظروف زي هذا بيرسا اسمها. الظرف هذا طلعوا حركته سهلة، طلعوا حركته سهلة. في عنا ظروف زي هاي بجسمنا بس مش جواتها فاضي، في شوية سوائل مشان لسه تزيد مرونة الحركة. تخيلوا هاد جواته زيت، لسه شو بصير؟ بصير أسهل الحركة. ها الاحتكاك بكل، الاحتكاك بكل. هذا اسمه بيرسا. إذا شو هي البيرسا؟ هي انفلوبس. شو هي؟ انفلوب، كلوز ساك. شو كلوز ساك قصدهم؟ يعني ساك مسكر. ما هو لو انه هذا مفتوح بيحتويش على سوائل، صح؟ سكر، ساك مسكر. في بوتنشال سبيس نورمالي بيكون كولابس. شو يعني نورمالي بيكون كولابس؟ يعني كولابس معناها مطبق على بعضه، مهدوم على بعضه، ما بكونش منفوخ، ما بكونش منفوخ نورمالي. في بوتنشال سبيس فيش في دب، يعني ما فيش في عمق، لانه هو ملزق على بعضه. بيكون بينهم ثين فيلم. شو يعني ثين فيلم؟ في بيكون جوا ثين فيلم. فيلم معناها يعني رقيق. بيكون لبريكيتنج. لبريكيتنج شو معنى لبريكيتنج؟ تشحيم. يعني بيكون شحم، شحمه. يعني كأنك جبت انت كيف زيت ودهنته كلياته من جوا. شو هذا؟ بسموه ثين فيلم من الزيت. فيلم معناها يعني طبقة رقيقة من إشي يعني. فهذا بيخلي، طبعا منين بيجي الزيت اللي جواته؟ منه هو نفسه، هو نفسه الجدران تبعاته بتفرز، مش زيت، بتفرز مادة لبريكيتنج. لبريكيتنج معناها بتعمل انزلاق، زلقة، أو مش لزج، لزج معناها تلزيك، لزقة أو 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 بتزحلك، أو اللي بدكم إياه. لبريكيتنج لا إشي مشان يكلل الاحتكاك. يعني هسه أنا بجيب شباب، طلعوا شباب، بروح بجيب مثلا بالسيارات بتشوفوا حاطين شغلة على شغلة بمشين فوق بعض، حدايد بحطوا ببينهن شحمة. هاي الشحمة تن فيلم من الشحمة، فبيخلوا فيه انزلاق، شغلات تنزلق فوق بعض يعني هيك. فشو معنى بيرسا؟ هو كلوز تاك. هسه الشحمة اللي جواته منين تيجي؟ هو نفسه، هذول الممبرين خلايا مهني. شو بفرزين؟ بفرزين سائل لبريكيتنج. كويس، فهمتوا شو البيرسا؟ هسا كلياتكم البيرسا، حط ايدك هيك، كلكم حطوا ايدكم هيك، اعمل هيك، طلعوا طلعوا ما احلى هالظرف كيف بتحرك. الاوليكرون هذا الاوليكرون، طلع كيف، طلع كيف، هذا بيرسا. هاي طلعوا ليش بتحرك هيك؟ لانه هاي طلعوا، طلعوا كيف، هاي الظرف، هاي في ظرف هون شايفينه، هذا الظرف. فمنلاحظ انه ها شايفينها بيرسا، طلعوا مش اي محل في جسمي بتحرك هيك شباب. يعني ها هنا في بيرسا، هنا ها ها في بيرسا. فاهمين؟ فهمنا شو بيرسا؟ يعني علاقة دكتور للبيرسا بمنحل، يعني قد ما مش كوت يا زلمة، وين روحك يا زلمة؟ انت ليش تحب تعمل طواش؟ فهمنا؟
ظرف ظرف زي هيك ظرف. لا عود بالله شو ليش بكون منفوخ؟ اه وين المنفوخ يبكي؟ اذا التهب جوا وصار في تراكم لبكتيريا ولا بص بينفخ. بس هو بالعاده يبكي كلاب، هو بس مشان الزحلكه. الزحلكه شايفه؟ اه نفس الشيء في الباتيلا. هاي طلع اجرك زمان مش عباية. طلع هاي وين موجودة؟ هاي هاي موجودة بين جلدك وعظمك. الظرف هذا موجود بين الجلد والعظم. بس نجي 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 طول بالك. انت هسه حبيب لما تعمل هيك شو بصير؟ طلع. طب ليه في جهم تعمل نفس الحركة؟ سهل تحرك هذا الجلد على اللي تحتيه. هذا طلع بيخلي انزلاقات اسهل. تخيل تخيل بس بدي اقول لك شغله. وانت تمشي وانت تمشي مرابطك يضلين يحتكين ببعض، مين احسن يبكي بين هالمرابطك ظرف زي هذا ولا يبكي كعادات يحتكين ببعض؟ انت وانت قاعد تعمل هيك كثير تستخدم هاي الحركه هاي ولا تبكي؟ آه ما بتقول هيك الا هي مازعه. فلذلك في مناطق بجسمنا فيها بيرسا. البيرسا البيرسا يا جماعه هي بس مشان الجمل. نورمالي بتكون شو نورمال يعني؟ في الحالات العادية بتكون كولابس مطبوقة على بعضها. بوتنشال سبيس هو شو معنى بوتنشال؟ هو مش سبيس، هو احتمال انه يعمل. لو هسه اجيب ابرة وفوت في البيرسة واحط مي بتنفخ، بس هو اصلا ما فيش فيها مي هالكدة. ها هي كولابس بوتنشال سبيس بيكون ثين فيلم، في هيك طبقة ناعمة من اللابريكيتنج مواد لزجي مزحلقة بتوين. طبعا انو اللي بفرزهن اللي هو الممبرين، هذول الممبرين هن اللي بفرزهن هاي الاشي. في عنا انواع من البيرسا، في انواع حسب وين اللوكيشن وين هي. في عنا سبكوتينيوس بيرسا يعني بيرسا تحت الجلد، في عنا بيرسا سب فيشل بيرسا بنيث ديب فيشيا، في عنا سب تندونس فيشيا تحت التندون، في عنا ساينوبيال تندون بيرسا، وفي عنا سيرس ممبرين اوف انترنال اورجان. هذول هن البيرسا الموجوده. صعبات هسه نفهمكم اياها بالصور ها. بس في عندي انواع سبكوتينيوس بيرسا. شو هي سبكوتينيوس؟ ما بين الجلد والعظم، ما بين الجلد هاي مثال عن ما بين الجلد والعظم. سب فيشل بيرسا تحت الديب فيشيا. تحت الديب فيشيا مرات بنلقي ايش يا جماعه؟ بيرسا تحت الديب فيشا. مش في عنا سوبر فيشا الفيشا اللي هي أنية الدهن، في عنا الديب فيشا مرات من الكسب. ورجيكم صورة سب تندونس فيشا، فيشا تحت التندون، ساينوفيال تندون شيت منشوفها، والسرس ممبرين اوف ذا انترنال اورجان. شباب شايفين هاي؟ هاي سب كوتينيس تحت الجلد. هاي جلد ما بين الجلد والعظم، ما بين الجلد شو سميناها؟ سب كوتينيس. في عنا يا جماعة سب تندونس طلعوا ما بين العظم والتندون. هسا واحد بيقول شو فايدة هاي الظرف اللي هون؟ هاي العضلة التندون هذا بظلوا يتحرك، إن ظلوا طابب بالعظم بيحتك بالعظم. فربنا خالق شو هنا؟ سب تندونس بيرسا. إذا شو هي السب تندونس بيرسا يا جماعة؟ السب تندونس فيشيا بتوين تندونز. كويس؟ في عنا اللي هو السب فيشال بيرسا. الصب فيشل بيرسا هاي تحت الديب فيشيا، ومرات بسموها انترا تندونس فيشيا. كويس؟ هاي اسمها ساينوفيال بيرسا اللي هي هنا الساينوفيال تندون شيت. طلعوا هاي كلمة ساينوفيال المفاصل يا شباب، مفاصل اجرينا، في عنا مفصل يبكي هيك وفي جوات اشي بتحرك، في سبيس، في فراغ. الفراغ هذا ملان مي، فلذلك بسموها الساينوفيال جوينت. شو ساينوفيال جوينت؟ يعني من هون في جوينت ومن هون في جوينت وبينهن مي غضروف له. هسه هاي في مي، مرات بعض التندون، مرات بعض هاي البيرسا طلع وين طالعه؟ شايفين هاي عباره عن ساينوفيال بيرسا بتلزق مع مين يا جماعه؟ مع الساينوفيال جوين. يعني المي اللي موجودة هون في جواتها بتكون ماشي مع مين؟ مع المي اللي موجودة جوات المفصل. نرجع نشوف شو كاتبيننا عنها. الساينوفيال تندون شيث
اسمها ساينوفيال تندون شيت. هيا شايفينها هاي. ليش ساينوفيال تندون شيت؟ لانها يا جماعه تفتح الساينوفيال كافيتي، تفتح الساينوفيال. فهمتوا شو معنى الساينوفيال كافيتي؟ ساينوفيال كافيتي هو الفراغ ما بين المفصلين. على فكره هسه ركبتك لو فوت ابره بتطلع مي ما بين المفصلين، هاي المي اللي موجوده مشان تخلي الاجر دائما تتحرك. فلذلك في بيرسا فاتحه عليها هيا. ليش هاي البيرسا؟ منها بتخلي هذا التندون يتحرك بسهوله، هذا التندون يتحرك على العظمه. بدل ما انه التندون يتحرك على العظمه بتحرك التندون هذا يا شباب على البيرسا. اذا يا شباب في عندي انا سب كوتينس تحت الجلد، سب فيشال بيرسا تحت الديب فيشيا، سب تندونس فيشيا تحت التندون. ساينوفيال تندون شيتس بتكون زي اللي ورجتكم اياها، بتكون لاقطه وكوميونيكيتنج مع مين؟ مع الساينوفيال فلويد او الساينوفيال سبيس اللي هو ما بين المفاصل. وفي عندنا السرس ميمبرين اوف انترنال اورجان، هسه بورجيكم السرس ميمبرين اوف انترنال اورجان. هاي الصوره بتورجينا السوبر فيشال سب كوتينيوس اوليكرانون بيرسا، هاي اسمها الاوليكرانون بيرسا. وفي عندنا انترا تندونس، هاي ما بين التندون، هاي سب تندونس تحت التندون مشان نقدر نحركهن بسهوله. هاي في عندنا البيرسا اللي هي بتيجي ماسكه مع مين يا جماعه؟ مع الساينوفيال سبيس. هون بين هذا هين في ميه، هاي الركبه هون في ميه بين هاي العظمه وهاي العظمه. طلعوا كيف اللي هو الساينوفيال شيت طالعه، واضح؟ في عندي بيرسا الساينوفيال تندون شيت بيرسا سوري خربطت انا، خربطت على الاخر. هاي يا جماعه اسمها السوبرا باتيلر بيرسا اللي بتيجي مع اللي هي البيرسا اللي بتلقط مع مين؟ الساينوفيال كافيتي. في عندنا الساينوفيال تندون شيت بيرسا الشيت، هذيك اسمها بيرسا عادي بيرسا، بس الساينوفيال تندون شيت في عندنا مرات المرابط، شايفين هذا المربط وهذا المربط هيو هذا المربط هيو شايفين تعال شوي طلع شوي لا خذ خذ امسكي هذا بيدي امسكي هذا بيدي طلع شباب هذا في بايدها مربط في بايدها مربط طلع شد عليه شد عليه طلعوا مش سهل انا اطلعه من ايدك امسكي هذا المربط امسكي في يساره شد عليه طلع فيه طب انا استنزل هذا بدي شد بايدي هون طلعوا هنا سته مش عارف انا بنشوف انه يا جماعه الانسجه لما تفتح على بعض كثير في بين احتكاك زي ما تتخيلوا الانسجه انتج مجي وخلايا و فربنا خارج ضرب زي هذا يشيط المربط شايفين انتج شد طبعا في سيل شايفين. فلذلك طلعوا في عندنا اللي هو الساينوفيال تندون شيت. شو الساينوفيال تندون شيت؟ هذا التندون في حواليه ظرف، طلعوا شايفين الظرف هذا الازرق اللي هناك بالرسمه اللي هو تندون شيت مكتوب عليه هيك عامل. هذا الظرف يا جماعه بخلي في مجال يتحرك بين البراني والجواني، يعني بدون ما يتحرك البراني بيعطيني مجال للحركه. لانه طلعوا كيف حطوا هذا هيك شوفوا كيف امسكوا طلعوا. على فكره البراني ما تحركش، انو اللي بينزلق البراني على الفكاني التحتاني. طلعوا كيف تحتاني وبراني وفكاني طابعت اسمان خلينا نيجي على هذا الاكبر نمسكني هالاصبع نمسكني هنا انت تاخذ شوف مش كثير مش كثير بس بتلاحظ انه الضغط شوف شوي بتلاحظ انه الضغط البراني بيتحرك مش ثابت هنقول بيتحرك كان هو الظرف اللي ماسك معاه يعني تخيل هذا مثلا حطيت هون سمن حطيت سمن هون ولزقته لي ألا يتحرك هذا شوية يقرأ شوية حركة يقرأ شوية حركة لأنه في عندي بيرسا سموها الساينوفيال شيت بيرسا. إذن الساينوفيال شيت بيرسا يا جماعة هي عبارة عن بيرسا إلونجيتد، بتكون إلونجيتد يعني طويلة، بتكون حوالي التندون وإنكلوز. شو يعني إنكلوز؟ بتلف عليه زي هيك، هاي ظرف بس هذا الظرف إلونجيتد. هسا لما شلت أنا هذا المربط
تتحرك هاي بتضلها محلها، بس تتحرك هاي، هاي بتزحلك على هاي، فبقدر التندون يتحرك رايح جاي. هاي بسموها ساينوفيال شيث، ساينوفيال شيث بيرسا او ساينوفيال تندون شيث بيرسا. تفضل. هاي الدرجة ما تتحرك صح؟ بس هاي يعني هذا طلع، هذا المربط لما يشد، شايف هذا المربط؟ المربط هسه طلع، شايف هاي الزركة بتكون ملزقة، مش سهل تتحرك. هاي البرانية، هاي البرانية مش سهل تتحرك. أنو اللي بتحرك الجوانية، هاي بصير تروح وتيجي. هسه بتنزلك عميا على اللي منها وفوق، فهو زي ظرف، زي ظرف. من طبقتي لا مش ثابت، هو لأنه ملزق. طلع هذا، شايفوا هذا مثلا الازرق، هيو مضغوط عليه بهاي ماسك فيه، يعني ولا ماسك فيه. هذا مش سهل كله يتحرك. هسا انا لو اشده، ما بتشوف انت لو تشد هذا المربط، ما بتشوف هاي بتتحرك الزركة. انو اللي بتحرك اللي منها وجوه. فظرف اسمه شيء. هسا يا جماعة السرس ممبرين، السرس ممبرين بدكم تبركوا، برولك بركولكم عشر دقائق، يلا نبرك شباب. في عنا إشي اسمه السرس ممبرين، السرس ممبرين. اتخيل حطيت ايدك ببالوني منفوخة وفلتت النفخة، راح يصير البالوني إشي ملزق بأصابعك أو بإيدك وإشي برا. صح؟ فاللي برا بسموه برياتال، اللي ملزق بيدك بسموه فيزرال بالوني. الفيزرال بالوني والبرياتال بالوني. بعض الانترنال اورجان فينا ربنا خالقها لما انخلقت بتفوت بظرف، فلما تفوت بظرف الظرف اللي لزكت فيه بسموه فيزرال، لزكت فيزرال يعني احشائي ملزق. اللي بضل ملزق بالتجويف شو بسموه؟ برياتل، برياتل. طبعا صعب تفهموها بسهولة إلا إذا شفنا. طلعوا شباب بس أورجيكم الكلب، الكلب مثلا طلعوا هذا القلب. في عنا هاي هوريزنتال بلين. طلعوا شباب في غشاء بحيط الكلب مباشرة، هاي شايفينه، وفي غشاء برا. لاحظين الرئتين، في غشاء ملزق على القفص الصدري وفي غشاء ملزق عليها. لاحظين هدول بسمون يا جماعة السرس ميمبرينز، السرس ميمبرين. هي عبارة عن بيرسا كولابس سراوند الأورجان، زي القلب، الرئتين وحشوات البطن. واضح؟ زي كيف بلوني بيقول لك بتلزق على ايدك. ليش هدول يا جماعة موجودات؟ مشان يقللن الاحتكاك. الرئتين دائما بتتحرك، القلب دائما هيك بتحرك، فلذلك عليه ظرف بحيطه وعليه ظرف من برا. ليش؟ لما انخلقنا، لما انخلقنا هدول الأورجان انخلقين، كيف أقول لكم؟ خلينا نطلع على هذا المفتاح، شايفين؟ احنا تيجي المفتاح هيك، بس طلعوا تخيلوا صار في عندي هون فيزيرال، هي ترى تحرك هذا البراني برياتل، هذا ضله على القفص الصدري من جوا، واللي لزق مباشره بالمفتاح شو سميناه؟ فيزيرال. فلذلك هي موجوده وين؟ على القلب، فالقلب عليه فيزيرال وعليه برياتل. ليش؟ لأنه حتى كعويش البطن المصارين كلهم فتن المصارين في هذا الساق، صار في فتن، ضل جزء منه ملزق على البطن من جوا. هسه افتح صدر واحد، افتح صدر واحد وشوف، وشوف القفص الصدر من جوا في الكاب يلمع كأنه عليه نايلون. هذا هو البرياتال بريتونيوم، البرياتال لا يعتبر البرياتال بلورا، هذا البرياتال اللي ملزق على الرئتين، الرئتين في عليها برضو قشرة، اللي ملزق على الرئتين شو اسمه؟ الفيزيرال. هذا بيكون ملزق على الرئتين. تعب بيقول لك كيف بالوني حطيت ايدك في بالوني، كيف حطيت
نعم الفيزرال الملزق 100% على العضو والبراية اللي ملزق 100% وين؟ على يا البطن جدار البطن من جوا يا جدار الصدر من جوا كويس؟ هني بتحركين على بعض بتحركين على بعض فبسموهن هي كولاب هي بيرسة لأنه هي بوتينشال سبيس طلع شباب نرجع هنا كثير هنا نبعدها عن بعض هاي طاب بهاي كويس؟ هاي اسمها شو يا شباب؟ هاي اسمها البريات البلورة الفيزرال ساك أو الظرف اللي بحيط الرئتين بيسموه بلورة فلذلك له بريات البلورة وإله إيش؟ فيزرال طلعوا انتم ملاحظين هاي الرئة هاي الرئة كأنه باقي هذا يوم من الأيام ساك ظرف وفاتك طلعوا الرئتين فيه نفخة ظل الجزء البراني ملزق على الصدر وفي واحد ملزق على الرئتين فبسموهن ايش يا جماعة؟ فيزيرال بلورا وبرايتال بلورا اتفقنا؟ القلب نفس الشيء طلعوا فيه عليه فيزيرال ملزق فيه انتم ملاحظين لو تطلعوا كأنه واحد باكي لما انخلقنا واحد ينفخ بالرئتين يكبرن الرئتين كأنه بكى في بالونة زي هيك والرئتين فاتت فيها شايفين؟ فضل في برايات الملزكة الشيست وول وفيزر الملزكة وين؟ هاي اسمها الممبرين اللي بحيط البلورة اسمه اللي بحيط اللي بحيط الرئتين اسمه بلورال ممبرين شو يعني بلورال؟ اللي هو جوا الثوراسيك وول الثوراسيك وول اللي بلزق بالثوراسيك وول بالتشست يعني بسموه ايش؟ البرايتال واللي بلزق مباشره في الرئتين شو بسموه؟ الفيزر البلورا وفي البريكارديال ممبرين البريكارديال اللي بحيط بالقلب اللي هو سراوند هارت البرايتال بريكارديال اللي هو بيكون اوتر البراني والفيزرال اللي هو ملزق وين يا شباب؟ بالهارت في عندنا البريتونيال ممبرين البريتونيال ممبرين صعب فهمهم في عنا البطن هسه لما تفتح واحد بطنه راح تشوف جدار البطن من جوا عليه زي نايلون هذا بسموه البريتال بريتونيوم المصارين كلياتها تقريبا عليها غشاء بلفها اسمه الفيزرال بريتونيوم اسمه الفيزرال بريتونيوم كويس اذا طبعا البريتونيال ممبرين البريتونيال ممبرين مش بس بالبطن وين موجودات كمان في البلبس وين موجودات كمان لانه الامعاء وين موجوده كمان في الحوض فلذلك البريتونيال ممبرين موجودات في الابدومينو بلبيك كافيتي وين موجودات في البطن والحوض في بريتال بريتونيوم وين البريتال بريتونيوم بغلف جدار الحوض والبطن من جوا جدار البطن هسه جدار البطن من جوا شو بغلفه افتح بطن خروف شو تلك في هيك اشي زي النايلون مغطيه من جوا هذا البريتال بريتونيوم بينما الفيزرال بريتونيوم شو بيغطي اللي هو الاورجانز الاحشاء بس راح بتخيل طب كيف الامعاء مش فاهم كيف اورجيكم طلع شباب بالنسبه للبريتونيوم انا بحط الهاي يوتيوب شباب انتبهوا لهذا الفيديو شوي بس داون احنا قربنا نخلص شباب انتبهوا لهالفيديو طلعوا هذا شباب البطن طلعوا البطن بروح على الموضوع نفسه شايفين هذا الاخضر هذا بغطي هذا البريتونيوم اللي بغطي الحوض شايفين والبطن شايفينه كيف شكله هذا بسموه البريتال بريتونيوم لحن المصارين نفس الشيء بكى في بالونه فشن المصارين فيها فالمصارين تلفلف عليهن البريتونيوم او اللي هو الفيزرال وظل البريتال شايفين البريتال وينه شباب ها
طلعوا الفيزرال وينه؟ هسا الاخضر اللي على المصارين شايفين صار هسا على المصارين في اشي؟ طلعوا شو هذا؟ شايفين اللف على المصران هنا؟ شو سميناه؟ هسا لانه المصران فات اخذ معاه جزء من الضرب شايفين؟ لانه المصارين مش زي يعني مش زي عضو المصارين اللي لفلفات كثيره لما فات المصران تخيلوا حي تفوت في هذا ملفلفه لتاخذ معها كل لفلفاتها فاللي لافف على المصارين هذا اسمه الفيزرال بريتونيان اللي على الوول الجدار هيو شايفينه هاي الطبقه شو اسمه البرايتال بريتونيوم البرايتال بريتونيوم طلعوا بس بورجيكم اياها هيو بشرح عنهن The serous tissue layer adjacent to the abdominal cavity. And in this image, we can see it along the boundaries of the abdomen. The parietal peritoneum is sensitive to pressure, and pain found here is well localized, unlike. Like pain in the second layer of peritoneum, which is, of course, the visceral peritoneum. This is also a serous tissue layer, but is in direct contact with the abdominal organs. We can see it here around the liver, and we can also see a part of the gastrointestinal tract. The movement of food through the stomach and the intestines causes those organs to stretch, and the visceral peritoneum is sensitive to this stretching. However, painful stretching of visceral peritoneum is not very well localized. So pain signals here that are felt elsewhere in the لما واحد الطالب يقول البريتونيال ميمبرين البريتونيال ميمبرين في برايتال يعني بين البطن البريتونيال ميمبرين في عنا اللي هن الميمبرين السيروس ميمبرين اللي بغطين اللي بغطين الصدر سميناها بلورا في عنا يا جماعه القلب بيريكارديوم البريتونيال ميمبرين شو بغطين الابدومينو بيلفي البريتونيوم بغطي الابدومينو بيرفيك اورجان اللي هي شو الابدومينو اللي هي الامعاء حشوات البطن في عليها ميمبرين الكبد وهدول وقعن يوم من الايام الكيس فالكيس لف عليهم وظل الكيس موجود وين على جدار البطن فمشان واحد مشان بتغلب بتخيلها مرات يعني كيف انه الامعاء يعني كيف الامعاء بحيطها بريتونيوم يعني كيف فاهمين طب الامعاء ما هي بعيده كثير عن لا هي كل الامعاء اخذت معها الظرف فالامعاء لما تتحرك على بعض على فكره الامعاء مش طابه ببعض انه اللي بطب اللي هو الفيزره مع الفيزره على اساس انه هي تتحرك ما تحتكش برضو ببعض شايفين كيف هاي ورجينا صوره هوريزونتال فيو لمين يا شباب هوريزونتال فيو لمين لا الكلب والرئتي في عندنا الصب سيرس فاشيا شو صب سيرس فاشيا هاي يا جماعه السيرس ميمبرين هاي السيرس ميمبرين هنا حشوة البطن هون تحتي صب منه تحت ايوه في عندنا شيء اسمه صب سيرس فاشيا فيها varying amount of fat الصب سيرس فاشيا شفتوا البريتونيوم لما طب بجدار البطن من جوا ماشي هسه تفتح بطن واحد قلت لكم تفتح بطن واحد راح تلك كليات وظرف نايلون من جوا مغطي الجدار ورا هذا الجدار في صب سيرس فاشيا في فاشيا فيها فات هاي طبعا وراها بيجي المصل وراها بيجي ايش اللي هو العضلات طبعا هاي الصب سيرس فاشيا في منها اندوثوراسيك وين يعني جواد الصدر وفي منها اكسترا بيريتونيال فاشيا شو يعني اكسترا بيريتونيال اللي هي برا البيريتونيوم مش البيريتونيوم بغطي بطننا وحوضنا من جوا اي شيء بعدي لجهه العضلات سموه اكسترا بريتونيال فاشيا تتضمن الاندو ابدومينال فاشيا يعني في عندك عندنا ابدومين وفي عندنا بلفيس والاندو بلفيك فاشيا اندو جوا اندو ورا يعني ورا الفاشيا نرجع هسه لو تفوت على صدر واحد تفتح صدره كيف رئتين وكلبه راح تلقى انه الصدر من جوا عليه نايلون زي نايلون هاي سميناها البرايتال بلورا اقلعها راح تلقى تحتيها اللي هو الاندو ثوراسيك فاشيا اللي فيها فيريبل اماونت اوف فات فيها دي هسه نفس الشيء البطن كيم كل حشوه البطن وكبها البطن من جوا مغلف في نايلون جدار البطن والحوض
شو سميناها؟ اكسترا بريتونيال، لانه انا بدي اشمل الاكسترا بريتونيال سواء كانت في الحوض او في البطن. الاكسترا بريتونيال ما هو وين البريتونيوم؟ يا في الحوض يا في البطن. فالاندوبلفيك فاشيا، وفي عندها اللي هي الابدومينو او الاندو ابدومينال فاشيا. اتفقنا؟ الفاشيال بلينز والسيرجر حكيت لكم اياها المره اللي فاتت. الفاشيال بلين والسيرجر مهم شباب، انه مرات بيفوتوا من الفاشيا. يعني صراحه تعالوا شباب نيجي بس نوضح لكم اياها بطريقه مبسطه. اسكت شباب لا يرضى عليكم. يعني هيك هي مش هيك الامور، ديروا بالكم من مره مش مثل ما انا بقولها، بس بدي اوضح لكم اياها بطريقه بسيطه مشان تفهموا شو معنى السيرجري. هسه واحد مثلا نيجي على البريتونيوم، خلينا هاي الرسم اللي قبل شوي شفناها، نيجي على البريتونيوم شباب اللي هو هون. يعني بدي اوضح لكم توضيح. هسه لو واحد فرضا بده يفوت على البطن، يعمل إشي في الدودينم، في هون عمليه في هاي المنطقه، شو بيعمل؟ بفوت بيفتح البطن، بفوت بيروحش بقطع المصارين، بفوت بين الفاشي تا يوصل للي بده اياه، صح؟ مش منطق تقعد تقطع في الدنيا كلها، المهم بدك تفوت جواتي. فالجراحين بفوتوا من البلينز هاي. طبعا اذا انت فتت بفاشيا، اذا فتت بفاشيا معينه بتحمي حالك برضه. يعني انا مثلا بدي اجي اشتغل هون في المنطقه هاي، غلط اني اخرب الفاشيا هاي اللي هي هون البرايا تال بريتونيوم. ليش؟ لاني انا مثلا باجي بعمل عمليه هون في جدار البطن مثلا، اذا انا اخترقت هاي الفاشيا مزعتها، انا بخلي إشي يفوت على الابدومينال كافيتي. هي ربنا خالق الابدومينال كافيتي عليها ظرف حميها، فبدي اعمل إشي بحاول قدر الامكان ما طبش بايش حسب الحاجه طبعا، ما طبش بالفاشيا، ما فوتش على فاشيا ما بديش اياها، ما اخترقش بانديج، لانه اذا اخترقتها وصار التهاب هون بيرتب كل البطن لانه كله مفتوح على بعضه. واضحه الفكره؟ فلذلك الفاشيا دائما هاي مهمه عند الجراحين، مشان كيف يفوتوا للمحلات، كيف ما يطبوش، يطبوا بفاشيا ما يطبوش بفاشيا ثانيه. مثلا هون شباب كل هذا جوا ظرف، كله هذا جوا ظرف، منيح؟ اذا انا هذا الظرف مزعته من هون، بصير انه الالتهاب بنت كل من هون بيروح هون، طلع من الظرف مثلا، يعني كامثله. فلذلك دائما الفاشيا والبلينز تبعات الفاشيا سواء بالجرين باليدين بنحاول نحترمهن في الليفينج بيرسون طبعا. البوتنشال سبيس هون شوي بس شو مكتوب عشان ترجم لكم اياه. بس في عندي في الناس الميتين، على فكره الفاشيا صعب تشوفها في الناس الميتين خصوصا اللي في الجرين واليدين، لانها بتلزق على العضلات. واحد الكاديفر، يعني الكاديفر اللي هم الجثث، الفاشيا مش سهل الا بالناس الفريش او الناس العايشين كويس. طبعا هي البوتنشال سبيس بين فاشيا وفاشيا، في ايريولار فاشيز، يعني بين الفاشيا في منطقه فراغيه، ايريولار يعني زي كانه هواء. انت الفاشيا بعدها عن بعض، جيب لحم الخروف وبعد عضلاته عن بعض، راح تلاحظ انه في هيك زي شيء بفكع، انه فيها اذا انت فتحتها بفوت عليها الهواء كويس. طبعا يا جماعه السيرجن تيك ادفانتج اوف ذيس انترفيشال بلينز، باخذوا هاي الادفانتج مشان يفوتوا بالفاشيا، مشان يعملوا سبيس، مشان يفوتوا على الديب بليز ستراكشر، مشان يفوتوا على المحلات اللي جوا. في صم بروسيجر مرات نستخدم احنا الاكسترا بلورال او الاكسترا بريتونيال فاشيا بلينز، يعني حتى بنحاول انه نعمل الجراحه والهذا بدون ما نطب بالاكسترا بلورا او الاكسترا ايش ابدومينال فاشيا، لانه اذا فتحت انا معناها فتحت عكبتي، فهمنا؟ طبعا مش مهم العمليات شو هن، طبعا اذا انت طبيت الفاشيا اوعى تروح تعمل فاشيا ثانيه تخنق لها تفتح عليها خط. كل مثلا بدك تعمل فجرك عملي في عضلات عليهم فاشيا، اذا انت محتاجهم تروح تضرب الفاشيا اللي بجنبها. ليش؟ لانه بصير كونتامينيشن. شو كونتامينيشن؟ يعني انتقال السميات او البكتيريا او الشوها. في مرات يا جماعه طبعا الشغله الثانيه الفاشيا قدر الامكان بنحاول ما نطبش بيها، لانه الفاشيا بتعمل ادهيجن مع بعض،
يعني كيف من يعني صعب صراحة صعب جدا شرحها لكم هاي لأنه بتكون تتخيل الوضع مرات بيعملوا بس أفتحكم إياها ببساطة مرات بيعملوا عملية في البطن فالبطن لما تيجي تقطع الفيشة نضطر يكيمه جزء من الأمعاء مرات بضطر يكيمه جزء من الأمعاء إزاي؟ لا إزاي يعني حال شوية لأنها لحالها يكيمه جزء من الأمعاء يكيمه جزء من الكولون مثلا واحد انضرب رصاصة ببطنه يروحوا يلحموا له بعض يقطعوا بعض من الأمعاء يوصلوا أنت هون لما تعمل هاي العمليات الممبرينز قطعتها هذول الممبرينز ببلشن يلزقن على بعض شو يعمل ادهيجن بيموتن هذول الممبرين يلزقن على بعض يعني انت مثلا الامعاء شفتوا كيف مربوط بايش زي كانه فايت معاه ظرف ها اذا انت هذا مزعته الظرف بيروح بلزق محل مثل ما بده طبعا لما يلزق شو معناها الامعاء بجرها معاه معناها الامعاء ممكن تسكر ثاني مره تفتح بطن المريض كله ملزق على بعضه بطلت يعني زي زمان تفكك الأمور عن بعض هسا جيبوا مثلا أمعاء خروف بتلاحظ إنه بسرعة بتفكك أمعاء عن بعض ها إذا صار أديجن كل بخلط في الكل فلذلك كثير الفيشيا هدول مهمات إنه بس ما نلعب الفيشيا والبيرسا والكومبارتمنت هدول لما نلعبوا فيهن الجراحين بحاولوا قدر الإمكان ما يفوتوش على فيشيا بدهم مشياء ما يقطعوش فيشيا ما يقطعوش بيرسا ما يقطعوش ممبرين ما لهاش لزوم لأن هذه تلزق على بعضها آخر شيء هسه هون بس بدي أعمل ستوب ريكوردينج